واحتفاء بيوم البحرين الرياضي في نسخته الرابعة الذي يصادف 11 من فبراير من كل عام ويحمل هذا العام شعار استعد انطلق بجد، نظمت الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين فعاليات متنوعة بهذه المناسبة، حيث نظمت وزارة التربية والتعليم العديد من الفعاليات الرياضية والصحية والوطنية التي شملت مختلف قطاعات الوزارة، إضافة إلى ما نفذته المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بمشاركة المسؤولين وآلاف الموظفين والطلاب والطالبات. بمشاركة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، انطلقت بمبنى الوزارة بمدينة عيسى مسيرة رياضية بمشاركة مسؤولي الوزارة وعدد كبير من الموظفين، وذلك مرورا بالمسابقات الرياضية والأنشطة الكشفية والإرشادية والفعاليات الثقافية والوطنية وفحوصات طبية وركن الغذاء الصحي، والتي توزعت في مختلف أنحاء مبنى الوزارة، كما شهدت مشاركة العديد من الطلبة. وبهذه المناسبة أشاد الوزير بقرار مجلس الوزراء الموقر تخصيص نصف يوم عمل في الوزارات والهيئات الحكومية لممارسة الرياضة بمناسبة يوم البحرين الرياضي، تشجيعا لجميع فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي من خلال ممارسة النشاط الرياضي، وتأكيدا على دور الرياضة في ترسيخ قيم المحبة والتلاحم والتعايش بين مكونات المجتمع كافة، مثمنا دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لفعاليات هذه المناسبة الرياضية الوطنية. وأكد الوزير اهتمام الوزارة الكبير والمستمر بتطوير الأنشطة الرياضية المدرسية كما ونوعا وصقل المواهب الطلابية المتميزة في شتى الرياضات لتشكل رافدا مهما لمختلف الأندية والمنتخبات الوطنية. بدورهم عبر موظفو الوزارة المشاركون في الفعاليات الرياضية عن تقديرهم لتوجيه الدولة بتخصيص يوم وطني للرياضة، مشيرين إلى دورها في المحافظة على صحة الأفراد وما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بالمجتمع.